السلام عليكم الإخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الإخوان مرة أخرى مرحبا بكم عند مدرسة مازاكان بعنوان فائدة من ذهب. إن شاء الله الرحمن الرحيم نكملوا يعني السلسلة اللي كتحمل يعني أو هي في حقيقة سلسلة الولاعة، ما كل ما يتعلق بكيفية التلقين. وصلنا الإخوان في الحلقة الماضية، ودائما كنبغيو يعني نربطوا الحلقات بيناتهم باش المتتبع يعني يعرفنا فين وصلنا وعلاش كنتكلموا. وصلنا يعني وتكلمنا على الكاخون والدور ديال الكاخون، يعني الصندوق هادي اللي كيحفظوا فيها، وهذه يعني غادي نرجع لهاد النقطة، لأن هاد النقطة هذه غادي ان شاء الله نلقاو لها الحل ديالها بشكل يعني ايجابي وبواحد الروح رياضيه، باش حتى واحد حنا ما كنضربوش الاخوان فشي حد ولا ضد حد ولا كيف يعني كما جاء على لسانهم هم يعني كيصحوا المغلوطات، فخصهم يتقبلوا. هما كيتهموا الناس بالمغالطات والناس دارت مجهود كبير وكيتهموا الكل بالمغالطات، فخصنا هاد السيد تاهو نصحو ليه المغالطات ديالو. وحنا خوت ما كاين حتى شي مشكل، حنا ما ضد حد ما مع حد، حنا مع الحق مع الولاعة، حنا صدقة جارية، هادي نحسبوها صدقة جارية مع كل مولوع وخاصة إخوان الناس المبتدئين في هاد المجال هذا. وتكلمنا الإخوان على يعني المقنين كيفاش تعامل معاه وطريقة الكاخون ديالو، وتكلمنا يعني على المعامله ديال الميسترو كذلك، ومازال غادي نتكلموا في هاد الحوايج، لان هادو يعني هما الامور اللي كيرتاح بهم المولوع، وهما اللي كيشفي بهم الغليل، وهما الولاعة في الحقيقه. يعني كل ما يعني كنهضروا في امور اخرى ديال الولاعة فكتكون هي عاد تكميل ديال الولاعة، اما هاد المسائل ديال الولاعة والمسائل التجريبيه وبين قوسين، علاش كنقول لكم تجربه او تجري الانسان راه يعني التجربة ديالو هي رأس المال. أولا ملي كنقول كلمة تجربة أو تجارب، فأنا أخاطب يعني الصغير والكبير بمعناه، وكنحترم الصغير والكبير. ملي كنقول تجربة ونقدم لكم كل تجربة اللي دست منها أو تجربة اللي صدرات لي من بعد الإخوان، وقارنتها مع التجربة ديالي وزادت عطاتني واحد التأكيد، يعني ماشي خصني نحتفظ بالمعلومة، ما نكونش أنا كنحتكر المعلومات. هاد العبد ضعيف من الناس اللي أول الحمد لله عبر المواقع الاجتماعية وكل شيء كيشهد باللي هو اللي خرج هاد المعلومات والعطاء، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل، ومنه جات الناس كتاخذ المبادرة وتهي بدات كت. وهاد الشيء جميل، كل إنسان شوف عبدة هاد الشيء جميل، حنا نسبو لك هادشي كلشي ديالنا، حنا نعطيو لك الثقة، ابدا اكون مزيان مع الناس، هادشي اللي غنطلبو. اي واحد، ما كنهضرش انا مع شخص معين، كنهضر مع اي واحد باغي الخير لهاد الناس كنهضر معاه. فكيف قلت لكم كنخاطب بها التجربه، كنخاطب بها الصغير والكبير. فملي كنهضر انا بالتجربه ديالي كيف قلت لكم والتجربه ديال الناس، وكنعطيوها لواحد الانسان الصغير المبتدئ اللي بدا يلا، اش كتبين ليه يعني؟ او كنبغيو نبينوا ليه، حنا كنبينوا ليه بان اخويا حنا راه كنقتصدوا داك الطريق ديال المحال اللي دزنا منه حنا في الولاعه، راه الخير ولا كل شيء موجود حداك، الامور تبسطت، هادشي زوين. ها هو مثلا الناس اللي كانوا قدام الاباء ديالنا تسمحنوا في بزاف الحوايج وما كانتش امور يعني حاصلين عليها، فاش جا الجيل ديالنا حنا لقينا شي حاجه تسرات، ولكن فاش جا هذا الجيل الجديد لقى كل شيء موجود، مسائل الاعلام التواصل هذا كل شيء هذا تيسير من الله وتسخير من الله. فكذلك الموضوع الصغير كنعطيوه واحد المسائل تجربه باش يبدا من الاول ويقتصد الطريق، والحمد لله يبقى يترحم علينا. وبالنسبه للانسان الكبير او المولوع الكبير، ملي كان
قاسموا مع التجربه ديالنا، فكنحسوه او كنأيدوه وكنكبروا به بان راه تجربتك والتجارب اللي كنهضروا بها وحنا كنعزوا وكنأيدوا التجربه راه كنأيدوك حتى لانك انت المولوع الكبير راك عندك تجربتك فهمتي، وكن يعني نوضوا يعني نديروا فيه واحد الحماس لعله يتذكروا فتنفعه الذكرى وينهو حتى هو ويتكلم هذا في التجارب ديالو وهكا خاصها تمشي. الاسرى الاخوان كان القلب سليم راه مع الاسف الشديد كنديروا زيارات وكنمشي وكنبغيو نجدوا اللقاء وصافي شي بسمه كاين والمسامح كريم ونبغيو نتعاونوا، ولكن لا اله الا الله من شبع على شيء شاب عليه. ما يمكنش انت واحد التركيبه يعني تكونات هكاك وانت تغيرها، لا اله الا الله. واحد الواحد انسان كاين بعض الناس هو ديما خصو يدير الورد، هو البطل، الدور ديالو هو البطل، خصو يكون هو البطل. عطيتيه يدير الدور ديال شي فيلم ما يقبلوش، ما خصوش ينزل من البطل، وهذا خطا كبير، هذا خطا كبير. تواضعوا نتعاونوا تحابوا بيناتنا خويا هذا نعيد، واخا المسائل نشوف خويا غلط فيها وانا عندي البينه نتصل بيه في الخاص، سلام خويا بغيت نستفسرك على هذه المساله، سمعتك قلتي هذه، انا راه عندي من موقف رانا درت ودرت ودرت، اش بان لك هذا يا خويا صافي. وملي غادي اللي عنده الدليل وعنده المسائل وهو اللي غادي يبان، راه هذيك الساعه الاخر غادي يقدم الاعتذار ديالو الناس يقول لهم لا الاخوان راني تبينت ودرت. اما باش تنوض وتضرب وتهك وحتى في الخطاب ديالك كتستهزئ وكتضحك وكيفاش طريقتك، هذا ما سبحان الله، واش كتسحب راسك انت غادي توصل؟ والله اخويا ما توصل بالله العلي العظيم، راه ما يوصل الانسان الا الصادق. راه حقيقه ربما بعض الاصدقاء ديالك قالوا لك عم جيد كثر في هذا الشيء ولا انت كثر في هذا، لا راك ضريتينا بزاف اخويا، راه بصح نقول لك راك اذيتينا قبل، راه هذا الشيء اللي جعلو كنتكلموا فيه دابا حنا متتابعين راه جا بناء على ما شاء الله، ما خليتي كدرتي لينا بغيتي يعني تمرمدنا، ولكن خويا راه حنا مقصرين، ما كنتخلصوا على هذا الشيء، ما كتعطينا شي حاجه، ما كنعطيوك شي حاجه. الله يعاونك في طريقك، نسال الله سبحانه وتعالى يبسع لنا من الشر ديالك، والله يبسع لك منا حتى حنا الا كان شي شر غيأذيك، نسال الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي كاين فالاخوان مسالتك اخون بدا كيدور مسائل الجدال، هضرنا وتكلمنا بعد اكثريه الناس ايدتنا والحمد لله، لان كنهضروا بالمنطق بالتجربه بالمنطق بالواقع، الناس عيطت دارت الكاخون الاخوان الحمد لله وشكروا حنا النعم دائما الانسان عندي ما شاء الله. الانسان وما افسد الناس الا الناس، وكاين بعض الناس هما على راسهم ما كيحمدوش الله عز وجل، ملي كيعطيك الله واحد النعمه احمد الله عليها، ملي ما كانوش هاد لي كاخون راه حنا كنا كنعيطوا للناس في الاسبان اخويا امتى تجيب لينا هادي وشحال وشحال هادي، وكتقام عليك بغسيل الفندق وما كتلقاهاش بالمعايير باش محطوطه هاد الناس اللي دابا هاد الفنانين اللي ناضوا وتبارك الله وداروا هاد المجهود ووفروا لينا كلشي حدانا، خاصه الحمد لله. ولا حقاش واحد ما كيشريش هو الكاخون وما عندوش ثقافه ولا ما يقدرش يخرج واحد مبلغ مادي من اجل الكاخون باغي هو يبقى يتولى عبيريكي، تتنوض تهرس واحد وتهرس واحد الانسان اللي مسكين كيترزق الله من داك الكاخون، وهذا الشيء ما فيه اثم، كون على بينه. وحنا الاخوان غادي نعيطوا على هذا السيد، غادي نتكلموا معاه سماء من هاد الناس اللي كيصوبوا اللي محترفين وموالي كبار، سواء السي العمراني او السي الفنان الكبير السي حميزان او شي حد، باش نقولوا ليه الله يرحم الوالدين يعطينا على واحد النظره وواحد الكلمه على هاد الكاخون على هاد الصنادق، هو اللي صوبهم هو اللي عدلهم، هاد العود فين كاين الضره ديالو، هاد الصندوق فين كاين الضره ديالو، فين كاين المحاسن، هضر معانا بين الناس بغينا نعرفوا، ورينا كيفاش نتعاملوا مع الصندوق باش الطائر يبقى مزيان صحيح كاع نجيكم من الاخر. خليو كلامي انا، اللي عدل اهل مكه ادرى بشعابها، يعني هو اللي عدل داكشي هو اللي غادي يوضح لينا وغادي يبين لينا هادشي اللي كاين الاخر، باش ما نبقاوش مطولين في هاد الكلمه ديال الكاخون. فالاخوان وصلنا واحد المرحله فيما يخص التلقين، قلنا الا دخلتي الميستو هو الاول،
ملي كتدخلو هو الاول، علاش في شهر واحد ولا شهر 12 ولا شهر جوج حاول تقلب على الميستو في هاد الوقت. ملي كيجي شهر 8 ولا شهر 7 كيولي الميستو عنده 6 شهور 7 شهور، 6 شهور 7 شهور الميستو متكلم، كاين اللي كيصور على 5 شهور كان دمو خفيفو وراسه. ف هاد الميستو غدخل حتى دوك القرع، ربما تقدر تدخل كاع ستيبات ولقاو الحي يمشيو معاه. ولكن اللي بغيت نهضر معاكم انا هو عندي حي وجاب لي واحد النوع ديال العين، جاب لي واحد الكاره كنضرب معاه باش تحيد. يقدر يكون سؤال، يقدر واحد يعيط لي يقول يا خويا عم جيد انا راه عندي ميستو او رويت ميستو ودابا راه غندخل هاد القرع وراه فيه واحد الكاره او فيه واحد الدوبليه، يعني شيء من هاد القبيل، يعني اللي كيتسنى هو وخدام مع داك الميستو باش يحيد داك العيب. وكيقول لك اودي واش ممكن نحفظ به، ممكن نحفظ به. انا هادي هي اللي غنتكلم عليها اليوم ان شاء الله، كنشدو الموضوع وخاصنا نغيزو ليه كيف كن نتكلموا عليه بكل جوانب. هاد الطير اول حاجه دير هو اذا كان واقف في الكلام ديالو واضح، واخا كان واضح يعني مرنم دير، واخا ما واقع كان واقف في الصوره كان افضل، كان ما واقفش في الصوره ولكن كلامه كتسمعوا واضح وكيوقف هذا، واخا يجيب ديك الدوبليه ولا يجيب كارو غتسجلو هو بالصوت ديالو بالرنه ديالو، وغتدخلو لعندك البيسي اللوجيسيال ديالك وغتخدمو بالتغاريد اللي غادي تخدم انت، اللي فايت منو عطيتيهم ليه الا كنتي رويتي، اما الا كنتي شريتيه غا هو غتخدمو وغدير واحد التشابه ديال التغاريد اللي منو هو، غتبازي على التيرميناسيون ديالو، اذا كانت فيها دوبل تشيو غتحيد تشيوه وحده وتخليها بتشيو، كانت فيه الكاره غتحيد هذاك النقط اللي فيه الكاره، يعني تحيدو وتشدو وتشوف تعاود تقلبو تدخلو شنو هو اللي خلى الطير جاب الكاره. الطير يعني انت عندك السوداج في التركيبه اللي حطيتي ليه مزيان وهو جاب الكاره، يمكن تكون في الدم ديالو عكز بها بويه بها ماشي مشكل، كتشد هذوك لي تيرميناسيون والتشيوه ديالو تعاوق وتثبيت ديالو وداكشي، وكتسجلهم مع داك الكلام كتحطهم مع داك الكلام، ما كتعرفش عطي لواحد يركب لك ويصوب اللي هو عندك فيه الثقه ومعلم اللي غادي يعاونك. كنظن بان اكثريه الناس ولات تحب هاد الحوايج، دير هاد المعاملات ديال الخير وتركب هادشي، ما بقاش يعني بحال زمان ولا دابا امور ميسره. غتشدها وفي 15 يوم الاولى، سمع من زيان الله يرحم الوالدين، في 15 يوم الاولى، في 15 يوم الاولى حتى ل 20 يوم. ملي كنقول 15 يوم ملي دخلتي الطير كتحسب ليه شحال عنده، دخلتي العش عنده 7 ايام ولا 8 ايام، حسب بان هذاك النهار اللي دخلتيه هو الاول، غتحسب 20 يوم. كيتوكلوا وكيسمع داكشي اللي ركبتي ليه وكيسمع الطائر، الطائر كيسمعو الطائر اش كيطرا. الطائر دابا كيمسح ليه داك لا جيب شي حاجه مع باه، وكيعطيه واحد المنهجيه ديال الكوبيه، كيهيئ ليه بحال يعني الحروف البدائيه ديال لي كوربي ديال الدقات ديال، كيولي عنده واحد الباكاج واخا الطير باقي صغير، يعني تغاريد كوبيه في دماغه. ما حدو هو كياكل، ما حدو ما يجي فين يتزون، يتزون. غتوصل ديك 20 يوم اللي قلت لك غتحيد الطائر مره، ما تسمعوش ليه نهائيا، وغتبقى تسمعوا الاوديو اللي هو مركب من الطائر، مركب من الطائر والتغاري. غادي معاه في هاد المراحل ديال الشهر الاول الشهر الثاني، يعني الطير ملي وصلت عندو كيف قلنا شهر وخمسة 45 يوم، دخل في شهرين بدا كيبشغط، بدا كيسمعوا مني مزيان، سمعوا الكلام اللي كنقول لكم ديال التجربه واللي جربتوه حتى نتوما جربوه الناس. شهرين بدا كيبشغط كتصنط للطير، الطير غادي بحال داكشي متراكب اكي عرض، انت كتملس مجرد ما كتسمع غوربي واحد، الا سمعتي غوربي واحد ديال شي طلق ولا جوج عرفت الطير جاب لك داك النقط. ما حدو هو غادي كيدير،
انت غادي معاه في الكلام. الطريقه الثانيه ديال فوق 3 شهور، من ورا 3 شهور كيبدا الطير يبدا يبين لك الكلام، يبدا يوضح لك. ونهار 4 شهور 5 شهور ميستو هذا كيدخل لك الاوردن ديال صافي حفظ، وهو باغي يستف وما بقاش قابل حتى الكلام اللي غتعطيه. اش كدير المساله؟ خاصك ديرها قبل، غتكون سجلتي داك الميستو ديالك اللي فيه الدوبليو وفيه الكاره، سجلوا فيديو، سجلوا فيديو مزيان، سجلوا كل خطره، سجلوا في الاخر صوتي، وحيد ديك الكاره وحيد الدوبليه من الفيديو. وغدير طير ايوا اما مع بلازما في ديك المرحله ديال الاوردن اللي غادي يكون هو باغي يوقف الكلام، غتجيب ليه الحي ديالو اللي هو في النظريه ديالو باه واللي فيه تسامعو واللي كاين عنده في الكلام في الاوديو، غتجيبو ليه بحال الحي قدامو، غتجيبو اما في بلازما في تلفازه كبيره، غدير هذاك الشيء كتسجلو في اليو اس بي وكديرو نقي مقادو طير ديالك. او غتدير ما عندكش تلفازه كبيره بغيتيش دير، غدير في البيسي او في الطابليت، المهم ديما ولا عندك تليفون كبير قابلو معاه، حطوه هنا وقابلو معاه وخليه يشوف الطير حي كلامو، وكيشوف الطير رباه كيضرب معاه في الحي. في هذه المرحله ديال الاوردن انت كتسمعو يوميا، وهو الطير غادي عندك سيمانه حتى 10 ايام الطير ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يجيك طير فينو احسن من هذاك اللي هو عندك ملي تكسب طير فينو ومزيان. خرج هذاك الطير او بعدو لشي بلاصه، طير حافظ عليه، هذا هو الطريقه ديال الحي اللي فيه العيب. ومن بعد ان شاء الله نهضروا في امور اخرى. تبارك الله عليكم، نتمنوا تكون هاد يعني هاد الدروس، الحمد لله نجد فرحان بالتواصل معكم وبالاراء ديال الناس، وحنا الاخوان حنا راه ما ضد حد ما مع حد، حنا مع الحق ومع الانسان اللي كيعطي المعلومه بصدق وهو على بينه. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا.